كابتن طارق، خلينا ندخل في شويه تفاصيل منتخب الدنمارك. منتخب الدنمارك عنده حارس مرمى من افضل حراس المرمى اللي موجودين في البطوله، سواء ليندن، سواء كيفن مولر، حتى ايميل نيلسون، من ثلاث حراس برده جامدين جدا. عنده هانسن ظهير قوي، عنده بلاي ميكرز ماتس لارسن، وعنده جاكوب هولم، عنده ودفاع قوي جدا. شايف انت كراجل راجل مدير فني، ايه المفروض يتعمل على المنتخب الدنماركي وخصوصا في الدفاع في الاول؟ طب قبل ما نتكلم عن الناحيه الفنيه، انا لاحظت حاجتين في كلام الكابتن احمد عطار والكابتن عوض. اتفضل. واضح ان هم متفقين مع بعض على المدرب. عليك انت. عليك انت. الاثنين لعيبه بيختلفوا مع المدرب، فالمدرب بيقول حاجه هم الاثنين بيختلفوا معايا. فعشان بس نبدا يعني عارفين ان انا فني وانا بتكلم مع اثنين مدربين لعيبه، ماشي؟ دي نقطه بس توضيحيه. بالنسبه للفريق الدنمارك كابتن جوهر، الدنمارك معروفه من الدول اللي بتهتم قوي بعمليه الهاندنج في نقل الكره وفي التصوير. بيعرفوا يحافظوا على الكره وينقلوها في التوقيتات السليمه واللي توصل للجون. لو جينا من الاحصائيات الفنيه بقى، بكلمك عليها فنيه، احصائيات فنيه، هنلاقي مثلا على سبيل المثال ان الدنمارك في 99 تمريره حاسمه للعيب يوصل للجون مرتاحة. مصر 65 تمرير، 99 اسيست. يعني بيديك الكرة وراح يجيب جول. يجيب جول على طول. مصر 65. هنيجي نلاقي الأخطاء في التمرير، مصر 50 تمريرة خاطئة. 50 ميس باس. الدنمارك 35. ده بيدل على إيه؟ كرة اليد أصلا يا كابتن جوهر تمرير والاستلام. عندك لعيب بيعرف يمرر ويستلم، هيعرف يشوط، هيعرف يتحرك. فنرجع ونقول ان فرقه الدنمارك عندها تمرير واستلام على اعلى مستوى في الملعب نتيجه للاسماء اللعيبه اللي انت قلت عليهم دول. النقطه الثانيه لفرقه الدنمارك القويه هي نقطه حراسه المرمى. عندهم احسن اثنين حارسين مرمى في العالم دلوقتي، كيفن مولر برشلونه طبعا، وليندن بيلعب في كيل، والاثنين كانوا بيلعبوا ضد بعض في نهائي بطوله اوروبا من شهر، كان مباراه حراسه مرمى. قافلين الاثنين، قافلين الاجوان، يعني الفريقين بيلعبوا ازاي يجيبوا جون في الاثنين دول. فدي النقطه الثانيه القويه في منتخب الدنمارك. النقطه الثالثه والاهم في اداء منتخب الدنمارك، انه ازاي بيعرف يجري فاست بريك. ودي نقطه مهمه جدا، لان هو من جاريو في الفاست بريك بيسهل له انهاء الهجمه بسرعه، وبالتالي بيؤدي لعمل نفسي على الفريق المنافس. ده بيخليه دايما هو حاطط المنافس تحت الضغط، ان انت لو ضيعت الكوره زي ما قال الكابتن احمد العطار، اللي هيضيع هتلاقي الكوره في الجول الناحيه الثانيه. فهو بيعرف يلعبها كويسه قوي، هو ما بيعملش سنتره سريعه، لا، هو بيعرف ينقل الكوره بعد انهاء الهجمه ازاي بينهلها بسرعه على الاجنحه او على لاعب الدايره. في نقطة بقى متفقين لازم ناخد بالنا منها النهارده في مباراة النهارده، الا وهي ان فريق الدنمارك شبهنا في الدفاع. دفاع 6-0. بمعنى ايه؟ هما ما بيلتحموش كتير، وده ادى ان هما عندهم 19 حالة ايقاف. فده بيسمح لك ان انت تشوط كتير من بعيد وهو ما بيلتحمش، ممكن الاختراقات تبقى. احنا عندنا شبه مشكله في التصوير من خارج المنطقه، يمكن لو نزل حسن وليد او يعني من العشرة، بكلم من المنطقه، لان من مش من 9 متر عليك، ولا 7 متر ولا 8 متر، انا بكلم من العشرة متر. برافو عليك، من 10 متر. فلازم نستغل ان هم دفاعهم مش زي سلوفينيا، يعني سلوفينيا احصائيات عليها صعب جدا، 35 حاله طرد في المباريات، اعنف مش اقوى، هو اعنف دفاع هو منتخب سلوفينيا. دنمارك 19، احنا 18. بس احنا النهارده لازم نغير الاستراتيجيه اللي بندافع بيها. ليه؟ لان فرقه الدنمارك الخط الخلفي بتاعها من اعلى الخطوط في العالم في التصويب من خارج التسع امتار. فانت لو سبته عشان تاخد بلوك مع الحارس، تقابل وتوقف من بدري وتلتحم، بمعنى بالظبط هتاخد البلوك والحارس هياخد البلوك، هتجيبها من الشبكه ونسنتر.